إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على فيزا ديال مصر بالنسبة للمغاربة. المواضيع اللي كنهضر عليها الأكثرية كنختارها من التعاليق، يعني كنشوف الأسئلة الكثيرة اللي كتعاود كنحاول ندير عليها فيديو باش تستافدوا. فتأشيرة مصر هي تأشيرة سهلة، ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات، وإلا كانوا الوثائق ديالك كاملين مكمولين فالفيزا غادي تاخدها 100%. أول حاجة خاصك ديرها هي تدخل الصفحة الرسمية في الفيسبوك، السفارة المصرية في المغرب. غادي نخلي لكم رابط الصفحة ديال الفيسبوك في صندوق الوصف، وكاين واحد الطلب تما غادي تعمرو، غادي تعمر فيه البيانات ديالك، يعني من أجل الموافقة الأمنية، وهاد البيانات كتمشي للقاهرة وتصيفط لهم هاد الطلب في البريد الإلكتروني. غادي نخلي لكم البريد في صندوق الوصف، خاص يوافقوا واش تدخل لمصر ولا لا، وغالبا كتكون الموافقة، وغادي يجاوبوك يعني في مدة ديال جوج ديال الأسابيع حتى ثلاثة الأسابيع في البريد الإلكتروني. وإلا قبلوك خاصك تمشي عندهم للسفارة في الرباط باش تدفع لهم الوثائق ديالك، والجواب يعني والفيزا كتاخدها في داك النهار ولا في النهار الموالي. والوثائق اللي خاصك تدي معاك هي وثائق بسيطة، أول حاجة جواز سفر ساري المفعول بطبيعة الحال، جوج ديال الصور خلفية بيضاء يعني صور خاصة بالفيزا، وجوج نسخ بطاقة الوطنية، وشهادة العمل يعني أي عمل كتزاولو سواء عمل حر أو لا عمل في القطاع الخاص، أو إلا كنتي تلميذ طالب يعني كتاخد شهادة مدرسية مع الضمانة بطبيعة الحال، وكشف حساب بنكي لآخر شهرين يعني ريلفي بونكير ديال الشهرين الأخيرة، وحجز طيران مؤكد ذهاب وإياب، والثمن ديال التذكرة تقريبا كيبدا من 4000 درهم، وحجز فندقي، وفوتوكوبي للصفحة الأولى من جواز السفر. وإلا كان الغرض من الزيارة لمصر هي دعوة، يعني دعوة جاتك من مصر، فكتحيد الحجز الفندقي كدير بلاصتو هاد الدعوة يكون معتمد من الوزارة الخارجية المصرية. وثمن الفيزا هو 770 درهم، وجواز تلقيح أو PCR. وإلا ديتي معك هاد الوثائق كاملين فتقريبا 100% غادي تاخد الفيزا في نفس اليوم أو لا في النهار الموالي. وهكا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوش إعجاب للفيديو والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس باش يوصلكم أي فيديو كنديرو. والسلام عليكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.